السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحلام. وفي ليلة من ليالي البرد جاء على بالنا نسوي بسبوسة، فقمت أسويها وكأنها وهي حارة، بس أنتم طبعا خلوها تبرد زي ما شايفين لسه حارة وتتفتت، لكن لما تبرد بتكون متماسكة وحلوة. سويت البسبوسة بالحليب المحمص لذا أخذ هذا اللون. بستنى أراكم بالتعليقات، ما تنسوش تضغطوا على لايك. إذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ويلا نشوف الطريقة. أول حاجة بسوي الشيرة، حطيت في قدر كوب ونص من أكواب القياس سكر وكوب ونص من أكواب القياس ماء. طبعا إذا حابين تنكهوا الشيرة بأي منكه حطوا، بس أنا هنا حبيتها سادة فما بضيف ولا شيء. لما تغلي الشيرة بوطي النار وبخليها 5 دقائق، وبعد كذا بطفي النار. معايا نص كوب من الحليب البودر، بحمصه على النار بالطريقة المعتادة وبخليه على جنب، وفي بولة بحط بيضة وبخفقها كويس. بحط نص كوب من الزيت، ربع ملعقة من الفانيلا، رشة من الملح، وبحط علبة من القشطة. طبعا تستبدلوها بزبادي. وهنا حطيت ربع كوب من الماء في علبة القشطة وبصب الماء على المقادير. بخلط المكونات وبضيف ربع كوب من السكر، سكر ناعم حبيبات، والآن بضيف باقي المكونات. الحليب المحمص نص كوب، ونص كوب من جوز الهند، كوب من السميد، وبخلط. أضيف ملعقة صغيرة من ملاعق القياس بيكنج باودر وبخلط. وبيكون في عندي صينية، استخدمت أصغر مقاس من الصواني البايركس، انتهى بزبدة، ممكن تدهنوها بزيت أو سمن، وبصب الخليط. وطبعا بتخبزوها بالفرن بالطريقة المعتادة، لما تحمر من تحت بتطفوا تحت وتشغلوا فوق، بس أنا هذه المرة خبزتها بالتنور. النار الأطراف بس شغالة والوسط طافي وما بتاخذ وقت طويل بالتنور، وهذا شكلها بعد ما طلعتها من التنور. فيها تهدأ 5 دقائق وبصب عليها الشيرة. طبعا التزيين اختياري، عندكم اي مكسرات زينوها، بس احنا كان ما فيش عندنا ولا شيء بذاك الوقت، فسويتها سادة وعلى طول قطعناها وهي حارة، وكان طعمها جدا رائع. طبعا خلوها تبرد واستمتعوا فيها وهي باردة. الآن البسبوسة قدامكم هي باردة، بتمنى يا رب الطريقة تعجبكم. بستنى أراكم بالتعليقات ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.